أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اختار طريقك. النهاردة هنتكلم عن الرزق وتقوى الله في هي سبب الرزق، ومعايا النهاردة الداعية الإسلامي الشيخ زكريا الهنداوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك سيدي محمد، نورتنا في قناة صحة وجمال وفي برنامج اختار طريقك. سعدت أهلا بحضرتك فندم، ربنا يبارك. في البداية عايز حضرتك تكلمنا عن الرزق وأنواعه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مبدئيا بقدم الشكر لله اولا، ثم لقناه الصحه والجمال والقائمين عليها والعاملين فيها، ثم للاستاذ محمد المالكي طبعا الصديق الشخصي، يعني ربنا يبارك في حضرتك. ربنا الرزق، لو بصينا للرزق هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيسوق للعباد كل يوم رزق جديد، والرزق ده هو عباره عن كل شيء حوالينا محسوس، سواء كان معنوي او كان مادي. لكن لو جينا نتكلم ان الرزق ده هو انواع، حدث بقى ولا حرج. أنواع الرزق كتير جدا، هتلاقي على سبيل المثال الصحة رزق، المال رزق، الولد رزق، الزوجة الصالحة رزق. إن أنت تدخل برنامج زي ده وتلاقي فيه قبول من الناس وأنت قاعد رزق، الابتسامة في وجه أخيك المسلم رزق. أنك تجد الناس تقابلك بأدب واحترام وأنت عندك نفس المادة، فهذا رزق من الله يعطيه لمن يشاء من عباده. فقضية الرزق يا أستاذ محمد مش محصورة إن في ناس مفكرة إن الرزق في المال فقط، لا، المال ده هو أدنى أو أقل درجات الرزق. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم قل متاع الدنيا قليل. تمام. لو بصينا للأرزاق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها للناس، وأنا للأسف الشديد ما أناش شايف وغيري مش شايف وغيري مش مقتنع، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى اداك نعم عديدة وسجلك أرزاق كبيرة، ولكن المطلوب منك أن تستقبل ذلك بصدر الرحم. فإذا ما سمعت اسم النبي أن تصلي، وإذا ما سمعت اسم نعم. الله أن توحي. نعم، ما شاء الله. طبعا الرزق موجود في الصحة، في الزوجة، في الأولاد، طبعاً. في كل طبعاً. شيء حوالينا طبعا. طبعاً. وكل واحد متقسم له رزقه. نعم. أنواع الرزق. نعم. تمام. أنواع الرزق يا أستاذ محمد هنا بتختلف بقى. ربنا سبحانه وتعالى لما وزع الأرزاق على العباد، تمام، أعطى الأرزاق للعباد بالتساوي. يعني على سبيل المثال الاستاذ محمد واخد 100% وانا واخد 100%، تمام، وحضرتك واخد 100%، والمشاهد اللي بيسمعني واخد 100%، والاخت اللي قاعده بتسمعني واخده 100%، بس للاسف الشديد احنا ما احناش شايفين ال100 بتاعتنا كامله. تمام. ليه بقى؟ هنا المشكله يا استاذ محمد، ان انا مثلا زكريا الهنداوي ما عنديش عربيه، وحضرتك عندك شقه وعربيه، فبنقول الاستاذ محمد مالكي عنده شقه وعربيه وانا ما عنديش، فهنا اصبح المشكله. لا، طب ما هو زكريا الهنداوي ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى اداله حاجه تانية في مقابل ان ربنا زود، ده مضمون الرزق. تمام. تمام. الرزق بقى هنا 100%. تمام. تمام. لكن انا مش حاسس. طب اتوزعت ازاي ال100؟ او انت خدت ال100 كامله ازاي؟ تمام. خدت ال100 كامله، ربنا اداك 25 في المال و25 في الصحه و25 في الولد و25 في راحه البال، كده انت خدت 100. تمام. غيرك بقى ممكن ياخد ال100 دي كلها كامله في الولد وكل الحاجات التانيه صفر، برضه هو خد المية. ففي النهاية لو بصينا لتقسيم الله عز وجل هنلاقي ان عطاء الله عز وجل للعباد متساوي. تمام. طيب ايه علاقة الرزق بالحياة؟ علاقة الرزق بالحياة، طبعا الرزق والحياة هما الاثنين مضمون واحد، لكن بنقول ان الرزق والحياة ده هما بيقفوا في مركب واحدة وبيمشوا في مركب تانية. بمعنى طبعا انا لا اكلمك بغير دليل، خذ الدليل من القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام. ربنا في نهاية الآية ربنا عقب قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن هنا بقى القصة إن ربنا خلقني أنا كبشر وخلق حضرتك وخلق الجن والإنس وجميع المخلوقات لغاية واحدة وهي عبادة الله، فإذا كان هناك عبادة كان بعد العبادة رزق. تمام. والرزق لا يأتي من صنع نفس الإنسان، ولكن الرزق يأتي من الملك العلام حينما يتعلق القلب بالله. يعني الرزق مقسوم وبيد الله وسبحانه وتعالى. نعم. نعم. ليه الإنسان بيخاف من المستقبل؟ بص يا فندم، هتسمح لي بقى اخد وقت فيها طبعا. تنور يا فندم، اتفضل. الخوف من المستقبل، ان انا زكريا الهنداوي او حضرتك او المشاهد اللي قاعد بيسمعني بنقول ان بعد ساعه ايه اللي هيحصل. تمام. تمام. او بكره هيحصل ايه. لو احنا بصينا بقى للقصه ان اللي خلقك مين واللي سواك مين
واللي اداك العينين اللي بتشوف بيهم الطريق مين، تمام. واللي اداك لسان يتحرك لا يتحرك بوقود ولا بغاز طبيعي، سبحان الله وانما سبحان يتحرك الله بقدرة الله العلي من، ونعم بالله. اللي اعطاك النعم دي كلها هو ربنا. طيب حضرتك انت خايف ليه؟ خايف من المستقبل، والنهارده بايد ربنا وبكره بايد ربنا. طب تمام ربنا ما قصرش معايا النهارده، طب اخاف ليه بكره؟ طب النهارده انا صاحي وزي الفل وتمام. مين اللي بيتحكم في المنظومه بتاعت الكون كلها؟ اللي بيتحكم في منظومه ونعم الكون بالله كلها الملك. ونعم يعني بالله انا جيت النهارده الاستوديو بتوفيق الملك، ونعم بالله حضرتك قعدت بتوفيق الملك. الواحد القهار بالظبط، ونعم المشاهد بالله بيشاهد تمام دلوقتي بيصلي على النبي بقدره الملك، كل ونعم اللي بالله قاعد صلى الله عليه بيسمعنا وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه بتوفيق وسلم من؟ من الله الملك. تمام لو انا بقى قررت ان المستقبل ده هو بيد الملك، فبدات نعلق حياتي بالملك، مش هلاقي فيه خوف، ونعم بالله مش هلاقي فيه حزن، مش هلاقي فيه قلق. ليه؟ عشان انا حياتي كلها متعلقه بالله. تعرف ونعم يا استاذ بالله محمد تمام ان المخده اللي بننام عليها اللي هو الوساد ده، بينام عليه الطفل الصغير، وبتنام عليه الكبير المراه، وبينام عليه الكبير، سبحان الله وبنام عليه كل حد في المجتمع، لكن لا يستريح ولا يستلذ على هذا الوساد إلا قلب عرف الله. سبحان الله والقلب الذي يعرف الله هو الذي لا إله يعلم إلا الله أن الكون بقدرة الله فيدع الملك لله. ونعم بالله. إزاي الإنسان يعيش في ظل هذه الحياة وفي ظل هذه الضغوط؟ بص يا فندم، تفضل. لا شك إن في فعلا ضغوط حياة كتير، في ضغوط نفسية، في ضغوط معنوية، في ناس كتير عندها مشاكل. لو بصينا هنلاقي في طبقات كتير في المجتمع بتشتكي من عسر الحياة ومن ضيق الرزق ومن المشاكل اللي موجودة. الناس دي كلها لها حل واحد، والحل ده بالنسبة لي أنا يعني موجود. التقرب من الله سبحانه وتعالى هو ده الحل. الحل هو التقرب من الله، تمام لكن بشرط تمام أنك تحقق مبدأ التقوى. تمام شوف القرآن الكريم قال معانا ايه؟ ومن ونعم يتق بالله الله يجعل له مخرجا مخرجا ويرزقه من من حيث حيث لا لا يحتسب. يحتسب. يبقى التقوى اللي هو عنوان حلقتنا النهارده، لما نقول تمام التقوى سبب الرزق، يبقى طلعتك من مخرج ضيق ثم اتت اليك بالرزق، وكان السبب في ذلك تقوى الله تبارك وتعالى. تمام ايه علاقة الرزق بحسن الخلق؟ طبعا الرزق وحسن الخلق هم عشيقان. ونعم بالله الرزق وحسن الخلق هم عشيقان عشيقان. تمام بمعنى أنا عندي أخلاق وحضرتك عندك أخلاق، تمام درجة الأخلاق عند حضرتك عالية قوي، فمن درجة الأخلاق العالية اللي عند حضرتك لما بتقابل حد بتكون أنت عندك الحياء، وبيكون عندك الابتسامة، وبيكون عندك الوقار. من خلال الوقار والحياء والابتسامة، هل ده ممكن يجيب لك رزق غير اللي ربنا كاتبه لك؟ لأ، بس تمام ده يبارك لك في الرزق. قال النبي: من أراد أن يبارك الله له في رزقه تمام فليعمل ايه؟ فليصل رحمه. فليصل وصلة رحمه الرحم من حسن الخلق، فإذا كان يا حسن الله الخلق معنى سبب، فهو سبب في أن الله يبارك لك في الرزق. ما شاء الله ربنا يا رب يحفظك. ربنا يبارك. معنا اتصال أم مصطفى من بني سويف. أهلا بيك يا أم مصطفى. أهلا 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 وسهلا نورت بيك وسهلا البرنامج عليك. ونورت القناة كلها يا أم مصطفى، ربنا يحفظك يا رب. تسلم تسلم يا حبيبي، أنا قد إيه سعيدة إني بتواصل معاك ربنا دلوقتي، يحفظك يا أم وقد إيه مصطفى، سعيدة أنا تسلمي. الضيف الطيب الكريم والكلام الجميل الكريم اللي هو اصلك بتدورنا حقيقي وكده. ربنا ربنا يعزك يا ام يبارك مصطفى. وكنت عايزه اقول لك فعلا هي اساس توسعه الرزق هي جبر الخاطر. كنا بنتكلم الصبح لو انت على جبر تمام الخاطر، قد ايه تمام جبر الخاطر بيوسع الرزق، قد ايه تقوى الله يعني ومن يخشى الذين لو تركوا من تقوى خلفهم الله ذريه اسباب ضعفا الرزق. خافوا تمام عليهم هيعملوا ايه؟ مش هيسيبوا قصور فليتقوا هيبنوا، لا هيتقوا الله. فنعلم كلنا ان تقوى الله دي سبحان الله وتعالى دي بس مفتاح الرزق. تمام سبحان الله والله العظيم. وجبر الخاطر على فكره، يا ريتنا نعمل حلقه يا ملكي عن جبر الخاطر ان وقد شاء ايه جبر الله ان الخاطر شاء ده الله يا ام بيفتح مصطفى. ابواب كثيره قوي قوي قوي. سؤالك بقى للشيخ، نعم سؤالك بقى للشيخ زكريا عن الرزق. لا والله لا انا بسمع بس، لان هو من الحقيقي انا بسمع لان انا فعلا فعلا كنت محتاجه ان انا اسمع الحاجه الجميله وتوسعه الرزق والتقوى وكده. وكنت ربنا لو بعد يبارك اذن حضرتك كنت عايزه اساله تمام يا سيدي الشيخ، كنت انا ساعات بتضطرني ظروف ان انا زمايلي بيدفعوني ان انا اصلي معاهم صلاه الظهر يعني اقوم بيهم الصلاه. فللاسف تقيم انا الصلاة في بيهم. ايات انا تمام حافظاها مع نفسي بان انا ايه يعني ايه فيها سوره السجده، تمام يعني بصلي بيهم بقى فيها سوره السجده. طبعا اللي ورايا طبعا صلاه الظهر اللي هي سريه، تمام
فحضرتك انا ببقى خلاص انا زي قلت الايه السري ان انا صرت السجد، انا مش لو سجدت انا اللي ورايا هيتلخبطوا زمايلي اللي هم زي ما لقيت اللي هم اللي صلوا ورايا هيتلخبطوا. فهل انا لو يعني لو اجلت السجده بعد انتهاء الصلاه خالص ولا اعمل ايه؟ ودايما انا دايما بقع في الخطا لان انا دايما يعني زمايلاتي يا بيقطعوا مصطفى امي بينا الصلاه. فانا للاسف انا بصلي وانا جوايا حافظه صلاه ايات فيها الصلاه اللي هي سوره السجده. فللاسف طب عايز اسكت، طب انا اللي ورايا مش عارف ان انا قلت، مش عارفين ان انا قلت سوره السجده. يعني بتتكلمي عن السهو في الصلاه؟ لا من خشيه الله. تمام. لا خالص مش، لا مش السهو حضرتك، لا انا عن السجود. انا ما سهلتش، انا قلت فعلا الايه في سجده التلاوه. تمام. انا المفروض ان انا اسكت بس اللي ورايا مش عارفين ان انا قلت سوره السجده. تمام. فانا لو سجدت هلخبطهم في الصلاه، فهل انا لو اكلت السجده بتاعتي اللي انا الايه بتاعتي اللي انا قلتها لنهايه الصلاه هي فعلا تبقى صلاتي صحيحه ولا اعمل ايه في الوقت ده؟ هنجاوب حضرتك يا ام مصطفى صديقه البرنامج وصديقه القناه، نورتينا. شكرا يا ام مصطفى. ام مصطفى بتسال بتقول لو في سجده تلاوه معاها في الصلاه السريه فهي بناء عليها هتبدا تسجد سجده التلاوه ديت، فهل من خلالها ينفع ان هي تسجد؟ طب الناس اللي وراها هتبدا تتلخبط عشان الصلاه سريه وما بتسمحش. فانا بنقول لام مصطفى احنا عندنا القران مليء بالايات ومليء بالاجزاء، فيا ريت ناخد اي ايه سهله وميسوره وزي الفل ونبدا نقراها في الصلاه السريه عشان ما نعملش فتنه في الصلاه او عشان نتجنب ان خطا ممكن يحصل وغيرنا يبدا ياخد عليه، فاحنا ناخد بالايسر يعني. ودايما الدين بتاعنا يعني دين وسطيه يعني. تمام تمام، بنشكرك يا مصطفى. شيخنا نستكمل حديثنا عن الرزق. تمام تمام. قضية الرزق يا استاذ محمد، ان احنا وصلنا لقصة ان الرزق ده هو زي ما بنقوله مبدأ مقسوم للإنسان، ولكن امتى تحقق الرزق؟ انت تحقق الرزق بحسن الخلق. بحسن الخلق. حينما يكون حسن الخلق نابع من القلب. نعم. يعني شوف ربنا قال لسيدنا النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أمين الوحي جبريل قال له يا محمد إن السلام يقرئك السلام، أي أن ربك يسلم عليك ويقول لك اعطي من حرمك، اعطي من وصل حرمك. من قطعك. تمام. واعفو عمن ظلمك. فكانت تلك الخصال جزء من حضرة النبي، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الكل، وكان الكل لا ينفصل عن الايه عن الجزء. وحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برغم كل ذلك كان يسأل الله اللهم أعشني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة الفقراء والمساكين. طبعا. لأن من يظن أن الرزق مال أقول ورب الكعبة أن الرزق حسن خلق وتعلق بالكبير المتعال. ونعم بالله. أحسنت شيخ زكريا. ربنا يبارك في حضرتك. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، انتظروا دقائق الانتظار بالاستغفار والصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الرزق. ولما نقول الرزق ناس كتير هتقول انا رزقي ضيق، بس قبل ما تقول رزقك ضيق لازم تكون عارف ان الرزق مش بس فلوس. الفلوس ممكن تكون اقل حاجه، بل هي بالعكس كل حاجه، اقل حاجه. لان الرزق متقسم، رزق في الصحه، رزق في الزوجه والزوج، رزق في الاولاد، رزق في ابوك وامك، رزق في صاحب جدع مخلص يخاف عليك. نستكمل حديثنا مع الشيخ زكريا الهنداوي. اهلا بيك مره اخرى. هنتكلم بقى، عاوزين حضرتك تكلمنا عن علامات الرزق. علامات الرزق عايزها بقى في الجسد ولا علامات الرزق في الجسد؟ تمام. الرزق له علامات في الجسد. تمام تمام. ما هي علامات الرزق في الجسد؟ اقول اولا نضارة الوجه علامة من علامات الرزق. نضارة الوجه علامة من علامات الرزق. علامات الرزق أن تجلس هذه الأعصاب علامة من علامات الرزق. تمام. أن يعطيك الله عز وجل منظم كامل لحركة كيان جسمك. سبحان الله. درجة من درجات الرزق. سبحان الله. تتخيل أستاذ محمد أن في حاجة في جسم الإنسان اسمها مصنع الدم. مصنع الدم. الدم. تمام.
مصنع الدم ده بيعمل ايه؟ تمام. مصنع الدم ده بيصنع في الثانية 2 مليار خلية دم حمراء. سبحان الله. من المتكفل بالقصة ومين القائم على القصة الواحد ومين القائم القهار. على الملك؟ الله الملك سبحانه الله. وتعالى. اللي قائم على المصنع من بابه ربك سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب بيصنع في الثانية الواحدة 2 مليار خلية دم حمراء ليه؟ عشان الجسد يستعيد قدراته، تمام، فيبدأ كل عضو في الجسد ياخد الضخ بتاع الدم سبحان بتاعه الله الكامل. سبحان الله. طيب لو حضرتك قاعد على الكرسي او المشاهد اللي بيسمعني او الاخت اللي بتسمعني قاعدة وقت طويل، ايه اللي بيحصل؟ تمام. بيحصل تنميل في بعض الاعضاء. لو احنا حقيقي قاعدين على هيئة حقيقي واحدة بيحصل تنميل تحس ان في في بعض. تنميل في بعض تمام. الاعضاء في جسدك. تمام. ليه؟ في أيقونة من الدم بدأت تتكون فعملت معانا التنميل ده. سبحان الله. طيب لما بنيجي ننام بالليل بننام 8 ساعات او 7 ساعات، وانت نايم بتنام على جنب واحد، ممكن تمام. تصحى تلاقي نفسك على الجنب ده. ليه هنا ما بيحصلش تنميل وانت نايم؟ تمام. ودي ناخد القدرات. اتصال. اتفضل يا فندم. معانا اتصال استاذ اشرف من الاقصر. اهلا بيك. ناخدك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك، اتفضل. ناخدك. معلش انا بتكلم عن الرزق. تمام. والله ربنا رزقني بكل حاجه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمه. والله العظيم الحمد لله. ويعني الواحد الحمد لله بيعمل لله برضه. ونعم بالله. تمام؟ تمام. في حاجة واحدة بس اللي هي صح إن أنا مقصر فيها. تمام. وساعة ساعة يعني وقت ما بلقى الناس طالع من الجامع بتصلي. تمام. يعني ساعة بقعد أنا بقعد أبكي كده. تمام. إن أنا مقصر موضوع الصلاة دي حاجة غبت عني. تمام. يعني كل ما أقرب على الجامع في حاجة كده بتبعدني. كل ما تقرب للمسجد في حاجة بتبعدك. تمام. هنجاوب حضرتك يا شيخ استاذ اشرف، نشكرك. تمام. ما زلنا مع مصنع الدم. مصنع الدم. تمام. وبعد كده هنرد على اشرف من مصر. تمام. بننام الثمان ساعات او السبع ساعات وما بيحصلش معانا التنميل ده. تمام. مع الرغم ان لو قعدت ساعه واحده وانا قاعد بنلاقي ان في تنميل، لكن وانا نايم بننام الثمان ساعات او السبعه وما بيحصلش التنميل. ما بيحصلش التنميل لانك وانت نائم تتقلب يمينا ويسارا، والذي يقلبك يمينا ويسارا الله هو الله. الله. تمام. خد الدليل بقى من القرآن. الدليل من القرآن الكريم يعني بقى. ونقلبهم ذات اليمين سبحان وذات الله. الشمال. الشمال. سبحان يبقى الله. من المتحكم في القضية؟ الله الملك. الواحد القهار. المطلوب بقى تمام. مني أنا والمطلوب من حضرتك والمطلوب من المشاهد اللي بيسمعني إن أنا نعلق الحياة كلها بمين؟ تمام. بالملك. ونعم بالله. تعلق القلب بالله. هنجاوب الاخ اشرف. تمام. الاول نجاوب الاخ اشرف عشان ما يزعلش مننا. تمام تمام. الاخ اشرف بيقول بندخل في الصلاه فبنلاقي ان في حاجه بتبعدني عن الصلاه. بقول لحضرتك انت على راسي من فوق، لكن تمام. الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق، فهنا في شيطان بيبدا يتلاعب بيك. ابدا تغلب على الشيطان بالاستغفار، بكثره الرجوع الى الله، بالله. بتعلق القلب بالله عز وجل. دايما استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تديش مساحة للشيطان انه يدخل بينك وبين حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى، لان الشيطان بيغضب جدا لما بيشوف الواحد فينا تعلق بالله او بدأ يصلي. تمام. او بدأ ياخد خطوة الى الامام. فانصحك دايما اتعلق حياتك بربنا، وانصحك بحاجة اعملها قبل ما تنام، اقرأ آية الكرسي. آية الكرسي. والصلاح والتصالح مع النفس ومع ربنا سبحانه آية وتعالى. الكرسي يا تمام. لأن سيدنا النبي صلى الله الله عليه عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي. تمام. قبل أن ينام لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربنه شيطان. لا إله إلا يبقى الله. الشيطان حيجي لك والذي يحفظك من الله سبحانه وتعالى العالم. تمام. تعلق القلب بالله لا بالمال. تعلق القلب بالله لا بالمال. تمام. أولا من تعلق قلبه بالمال أزله المال. فعلا من تعلق قلبه بالمال أزله أزله المال. ومن تعلق قلبه بالله نال السعادة وأعطاه الله من مفاتيح الخير. ولذلك أحد الصالحين لما نشد قال إيه؟ قال طرقت باب الرجاء، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا. تمام. وبت أشكو إلى مولاي ما أجده. تمام. فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو لك أمورا لست أعلمها، ليس لي على حملها صبر ولا جلد. نعم. ومددت إليك يدي بالذل مفتقرا، فلا تردها يا رب خائبة، فإن بحر جودك يروي كل من يجد. يا الله. دليل بقى من القرآن الكريم.
دليل من القرآن الكريم على تعلق القلب بالله, بالله لا بالمال, لا بالمال. تمام. تعلق القلب بالله عز وجل لا بالمال, الدليل من القرآن الكريم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه واعبد وسلم. ربك حتى يأتيك اليقين, اليقين. واليقين الموت. والله لم يقل لحضرة النبي ابحث عن المال حتى يأتيك اليقين, ولكن قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. شيخ زكريا, يعني ما هو الرزق الذي أعطاه الله لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أنا قبل ما أجاوب حضرتك طبعا اسمح لي, لما بتيجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, دايما كان بتحضرني حاجة كده كنت أنا كاتبها. نعم. والله نعم. تلقاء نفسي. اتفضل. كنت في مرة قاعد مع نفسي كده فجعت أفكر في النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. أنت هتبقى في زمرة النبي وأنا النبي عايش فعلي وأنت, يا الله. قلت سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنت الذي نزلت من رحم أمك ساجدا كأنك تعرف الصلاة والسجود. اللهم صلي على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ناداك ربك بأنك أنت المصطفى فكن بالناس ودود. تمام. جئت مبشرا وأنت أعظم إنسان في الوجود. يا الله. صلوا جميعا على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلي عليه. تمام. الرزق اللي ربنا إداه لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, عليه أفضل الصلاة والسلام, حسن الخلق. حسن الخلق, لا إله إلا الله. ده أفضل رزق أعطاه الله لحضرة النبي, والدليل من القرآن الكريم لما ربنا خاطب سيدنا النبي قال له وإنك لعلى خلق عظيم. تمام. ما قالوش إنك صاحب خلق, وما قالوش أنت ذو خلق, لأن كلمة صاحب أو ذو تفيد أن النبي يكتسب الخلق اليوم ويفتقده غدا, إنما الله. ربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم, ليبين ويؤكد ويبرهن أن الأخلاق جزء من النبي والنبي جزء من الأخلاق, ولا يفصل الجزء عن الكل. سبحان الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وسلم. عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الابتلاء من ضمن الرزق؟ الابتلاء من أعظم ومن أعلى درجات الرزق. يا الله. الابتلاء من أعظم ومن أعلى درجات الرزق. ربنا لما بيبتلي ويقدم بلاء لحد بيقدم لمين؟ تمام. للطيبين. طيبين. للصالحين, للصادقين, بل ورب الكعبة أن الذي كان يبتلى أولا الأنبياء والمرسلين. الأنبياء. فعلا. خذ بقى الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, أشد الناس بلاء أو ابتلاء أقربهم لله طبعا. الأنبياء. تمام. ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل, ويبتلى الرجل على قدر دينه. يبقى على قدر إيمانك بربنا سبحانه ربنا وتعالى سبحانه على تعالى. قد ما حيكون البلاء موجود معاك. تمام. يعني عروة بن الزبير هذا الرجل ابتلاه ربنا تبارك وتعالى بمرض السرطان في ساقه. تمام. فلما راح للأطباء, الأطباء قالوا لازم تفصل الساق عن الايه, لازم عن تفصل الجسد. الساق. تمام. سيدنا عروة بن الزبير في الوقت ده كان متعلق بمين؟ بالملك. بالملك ونعم بالله. فقالوا عشان تفصل الساق عن الجسد هتاخد شيء مخدر, يعني زي البنج اللي احنا بناخده حاليا دلوقتي. تمام. فسيدنا عروة قال ايه؟ قال والله لن أأخذ شيئا يغيب عقلي عن ذكر الله لحظة. لا إله إلا الله. طب هتعمل ايه يا عروة؟ لا إله ده عملية الله. جراحية يا ملك, ده احنا داخلين خلاص هندخل حجرة عمليات. تمام. هتعمل ايه يا عروة؟ تمام. قال إذا دخلت في الصلاة, سبحان الله, وجئت لأقرأ التشهد فاقطعوا ساقي, فإني في هذه الساعة لا أشعرن بأحد إلا بالله. يبقى هو انتقل من فكر نفسه إلى مملكة الله عز وجل. الملك. قال ففي هذه الساعة لا أشعرن بأحد إلا بالله, ودخل الصلاة بالفعل. تمام. قطعت الساق وفصلت عن الجسد, وسيدنا عروة بيسألهم أفرغتم من قطع الساق أم يا لا؟ الله. شوف بقى الله. شوف الجمال. سبحان الله. كأن عروة بن الزبير لم يشعر بقطع ساقه, كأن عروة بن الزبير لم يشعر بإجراء العملية الجراحية. مع ربنا سبحانه وتعالى. مع الملك. معاه الملك. شوف بقى البلاء اللي هيجي بعد كده يا أستاذ محمد. تمام. خدوا عروة بن الزبير وراح للبيت. أول ما وصل بيته عنده ولدين, ابنه الصغير والكبير, الاثنين شافوا أبوهم بهذا الحال. تمام. فابنه الكبير سقط مغشيا عليه فمات. سبحان في الله. الحال. سبحان الله. فصاحبه جاي بيقول له عزم الله أجرك في ولدك, راجل لسه رجله مقطوعة وابنه مات.
قال له عزم الله أجرك في ولدك. تمام. فسيدنا عروة بن الزبير قال إيه؟ قال الحمد لله الذي أعطاني ساقان. سبحان الله. فأخذ واحدة وترك الأخرى. يا الله. فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما تركت. الحمد لله. وقد أعطيتني ولدان، أخذت أحدهما وتركت الآخر، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما تركت. يا سبحان الله. شوف الجزاء بقى عيجي إزاي. قال العلماء راوين هذه القصة رزقه الله بعشرة أبناء ذكور يحفظون القرآن كاملا كما نزل على قلب النبي. مش بس كده يا استاذ محمد، تمام. ونزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تخيل هو تعلق بالله، فربنا سبحانه وتعالى عمل له إيه؟ تمام. عوضه واداله الجزاء واداله الصلاة. عوض ربنا سبحانه وتعالى. عوض ربنا سبحانه وتعالى. فأنا لما يحصل معايا مشكلة أو بلاء، فالناس مفكرة إن البلاء ده مش رزق، والله ده من أجل نعم الرزق. أفضل أنواع الرزق الابتلاء. بالظبط. ربنا بيديك ابتلاء معين عشان يرجعك عن الخط ده. فعلا. أنا النهاردة جاي أعمل حلقة في المكان ده، فربنا اداني ستوب ستوب مرة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية ما أرجع. هرجع لأمر ربنا شايلهولي. ربنا سبحانه وتعالى اداني حاجة معينة ومنعني من حاجة تانية لقصة لا يعلمها إلا الملك. ونعم بالله. ما هو أنا لي علم معين وحضرتك علم معين، ولكن الملك سبحانه وتعالى. هل لك سر بين الله؟ بالزبط. السر اللي بينك وبين ربنا. بالزبط. سبحان الله. القلب ده مين اللي مطلع عليه؟ هو الله. لك. أنا شايف حضرتك الملك. مبتسم جدا. تمام. بس لا أعلم ما في قلبك. فعلا. وأنت ترى أسناني بيضاء، لكن لا تعلم ما في قلبك. دي حقيقة. لأن قلوب الرجال صناديق مغلقة لا يعلم ما فيها إلا الله. إلا الله سبحانه وتعالى. شيخ زكريا الهنداوي، بصفتك بقى معالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية. تمام. الرزق أو الجن بيتدخل في الرزق؟ سؤال جميل جدا وذكي جدا. تمام. الجن أستاذ محمد، طبعا ربنا سبحانه وتعالى، الجن دولت في منهم مسلم مسيحي يهودي مجوسي. تمام. كل ملة من ملل الجن، يعني ليه أكثر من ملة. طبعا. تمام. كل ملة من ملل الجن لها طقوس معينة بتعملها في الجسد. تمام. تمام. أولا كل أنواع الجن بلا استثناء بيكذبوا. كل أنواع الجن بلا استثناء بيكذبوا. تمام. تمام. لكن هل السؤال بقى بتاع حضرتك الجميل المحترم، تمام، هل الجن بيتدخل في الرزق؟ لا. تمام. وما الدليل؟ وما الدليل؟ لو كان الجن بيتدخل في الرزق كان الساحر اللي هو بيسحر يبقى اغنى اغنياء العالم. سبحان الله. ما هو معاه ايه؟ معاه تكليف جن، هيبعت الجن بتاعه يروح يسرق له بنك القاهره وبنك اسكندريه ويجمع بقى استاذ محمد ويسرق بنوك الدوله ويبقى الساحر اغنى اغنياء العالم. تمام. لكن من حكمه الله عز وجل ان الجن لا يتدخل في رزق ولا يتدخل في حياه ولا يتدخل في موت. ولا يتدخل يعني في لا يقدر يحيي حد ولا يموت حد ولا يرزق حد. سبحان الله. لأن الذي تفرد بهذه الأشياء الملك. هو الملك. الملك. هناخد اتصال أسماء. أهلا بك أسماء. أهلا بك. سلام عليكم. أهلا بك، اتفضلي. عليكم السلام. حضرتك يا شيخ، احنا عندنا يا برضو من ضمن الابتلاءات 12 سنة، يعني جوزي ما بيشتغلش 12 سنة. 12 سنة. تمام. وقاعد وبيشتم ألفاظ وحشة، وبنتي أنا جوزتها وطرفت عليها. تمام. وبصرف على بيتي وبصرف على اولادي وكده. تمام. اتفضلي. هي اتفضلي يا فندم، اتفضلي. ربنا يصبرك. وده يعني الفلوس بياخد مني فلوس بالعافيه، ياخد مني فرده، ما اقدرش اتكلم، ولو اتكلمت يطرد يقول لي هرميكي من ثاني الدور كده يعني. ربنا يصبرك. تمام، تابعينا والشيخ زكريا هيرد على حضرتك طبعا. تمام، نرد على أسماء، نرد على ونستكمل الحديث. تمام. الأستاذة أسماء بتقول إن هي عندها ابتلاءات كتير، وعندها حد مريض وقاعد في السرير، وعندها بنت اتجوزت، وعندها حد من أولادها للأسف الشديد بيفرض سيطرته وبياخد فلوس عافية وقصة نفسها. وزوجها. آه. تمام. فأولاً ربنا ابتلاها بجوزها إن جوزها مريض. تمام.
وهذا ابتلاء الله عز وجل، ونعم بالله. فتحمد الله على البلاء اللي ربنا اداهوله دوت. احمدي ربنا بقى، الحمد طبعا لله، ولازم الحمد لله. تستعيني بربنا سبحانه وتعالى، ولازم تعرفي تماما ان ربنا لما ادى جوزك البلاء دوت اداهوله لحكمه معينه. ممكن جوزك دوت كان بقى بيمشي على رجليه وسليم ومفيش ولا حاجه، وطلع في الشارع ضرب واحد عمل معاه مشكله كان سبب في دخوله سجن مدى حياته. نعم. فكونك ان انت بتشوفيه قدام عينيك وقاعد قدام عينيك افضل ما يكون سجين. كونك نعم ان انت بتشوفيه وهو نايم على السرير بتاع بيته افضل ما تشوفيه وهو نايم في سرير المستشفيات. نعم فابدأي برضه شوفي الدرجات وقارني نفسك بغيرك، من خلال هنا هتبدأي تعلقي حياتك بربنا. لكن القصة المريرة اللي انا بصراحة استوقفتني في سؤال الأستاذة أسماء، تمام، بتقول ان عندها ابنها بيفرض سيطرته وبيبدأ يعلي صوته وبتبكي، يعني هي ما وبياخد قدرتش حتى يعني تكمل المكالمة. ما قدرتش تكمل تمام المكالمة. هنا ابنها ده انا عايز اقول لك، انت مين اللي جابك الدنيا؟ اللي جابك الدنيا بعد اذن ربنا هو ابوك والدتك وامك. وامك. تمام. وربنا لما اتكلم عن الوالدين، انا مش عايز اخرج عن عنوان الحلقه، تمام، ربنا سبحانه وتعالى ربط عبادته وطاعته بطاعه الوالدين، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالهما باب من ابواب الجنه. فانا بنقول لك ريعان شبابك وسنك، في انت في سن الشباب وصوتك العالي وشايف نفسك ان انت في مرحله الرجوله، لا ما يبقاش صوتك العالي على امك اللي حملت 9 شهور واللي ارضعت 2 سنين واللي قعدت تستحمل الغلب عشانك واللي شافت الذل عشانك. نعم. مش في النهايه ان انت تعاقبها بكده. حتى سيدنا داود كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من ولد يشيبني، او من ولد قبل يكون المشيب. علي سيدا. نعم. ولد يكون علي سيد، نبقى انا اللي جايبه وانا اللي مخلفه. ساعه ما نيجي نتكلم يقول لي لا اصل يا انت ما سلام. بتفهمش. تمام. لا اصل انا اعرف اكتر منك، لا حول ولا اصل انت قوه الا هتاخد زمنك بالله وزمن العظيم، غيرك. لا حول وده ولا قوه العاءات الا اللي بالله يعني العظيم. الحاجات دي شائعه في الزمن اللي احنا فيه والله العظيم، مشاكل كتير. نعم. تلاقي امهات بتتصل، تلاقي ابهات بتتصل، ابني مش عارف اتعمل ايه، ابني بيعلي صوته، ابني نعم بيقول لي لا اصل انت ما انتش فاهم في القصه دي. للاسف يا اخوانا ازمه الامه النهارده، والله بقولها على ملأ، أزمة أخلاق. الأمة النهاردة مش أزمة ماديات يا أستاذ محمد، نعم، أزمة الأمة أزمة أخلاق ومبادئ. أخلاق، أزمة أخلاق. لو إحنا بالظبط ظبطنا الأخلاق والمبادئ بتاعتنا، والله العظيم مش للأسف هنلاقي المهزلة اللي مفتقدينها موجودة. إلا من رحم ربي. بالظبط. للأسف. إحنا عايزين نبدأ، عايزين نبدأ نرجع لربنا. الناس، ومع احترامي لكتير من الناس، الناس نعم مفكرة إن الدين صلاة وصوم وقراءة قرآن. نعم. أنا أنفي هذا الكلام. أنا زكريا الهنداوي أنفي هذا الكلام. تمام. الدين بتاعنا إنما هو عبادات ومعاملات، عبادات ومعاملات. تمام. ولما اتكلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جد الله عليه من وسلم المعاملات على العبادات. نعم. يعني قال لك معاملات وعبادات. نعم. يعني ما ينفعش إن أنا طول النهار بصلي وأقرأ في المصحف ولا إن أنا سيء الخلق. ما نعم ينفعش إن أنا بصلي وأتعامل بالربا. ما ينفعش إن أنا بصلي وأسمع اسم النبي وما أصليش. صلى الله عليه ما وسلم. إن أنا بقرأ قرآن وفي بيتي بتعامل مع أهل بيتي بأشد أنواع القذارة. نستنى بسنة الحبيب محمد بالزبط. صلى الله عليه وسلم وبالقرآن دائما. ونعم بالله. نعم. نستكمل حديثنا بقى عن الجن، بيتدخل في الرزق ولا لأ؟ لا طبعا الجن لا يتدخل في الرزق. نعم. والجن له حاجات معينة بيقدر يعملها وحاجات معينة ما بيقدرش ان هو يتدخل فيها خالص، ولكن اسندت هذه الاشياء الى الملك سبحانه وتعالى. ونعم بالله. والجن دوت هو مخلوق زيه زي اي مخلوق من باقي المخلوقات. نعم. يضعف امام القرآن الكريم، يضعف امام الشخصية بحقيقة القوية، يضعف امام كلام الله عز وجل. ونعم يعلو بالله الجن وينشر سطوه وينشر كل ما له اذا تعلق القلب بغير الله. ونعم بالله. هل الحسد بيمنع الرزق؟ أنا مش عارف أنت مستقصدني النهارده في الحلقة. تمام. حبيبي يا أستاذ محمد. الحسد ده طبعًا لو بصينا لقصة الحسد، الحسد بالفعل بيمنع الرزق. نعم. وما الدليل؟ سيدي وسيدك رسول الله صلى الله الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال: صعدت إلى المقابر فوجدت أكثر أهل المقابر موتًا حسد بعد إذن الله. لا إله إلا الله. تخيل بقى إن الموت اللي هو الموت نفسه أكثر أهل المقابر ماتوا بعد إذن الله من الحسد. لا إله إلا وقال الله. وقال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لو كان شيئا يسبق القدر لكانت العين. نعم. لو كان العين في شيء بيسبق القدر كانت العين هي اللي تسبق القدر. تمام. معنا اتصال. اتفضل. قبل ما نكمل كلامنا اتفضل. اتفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم، اتفضلي. لو سمحت عايزة أسأل الدكتور، أنا وأنا بصلي وانا قاعده يعني حتى وانا بصلي وانا تمام غير بصلي
بيجي لي وسواس كده ان هو حاجات وحشه هتحصل، ده حاجات وحشه جدا يعني، واقول اعوذ بالله وكده. تمام. مش عارفه ليه كده التهيؤات دي. لو الولد مثلا نزل بالعربيه يقول يا رب يرجع بالسلامه، اقعد قلقان على كل حاجه. نعم. ويجي لي وساوس كده، ده هيحصل كذا، ده هيحصل كذا، ده حاجات مش كويسه اعوذ بالله. نعم. وفي رؤية الله يبارك لك يا ابني شفتها. رؤية؟ تمام. نعم. وزوجي معاتك كنا خارجين، وانا نزلت بكلم حد من الكبت، وهو نزل من الكبت وسابه على جنب عشان يقول لي يلا يلا على يلا يلا عشان نمشي، انا راكن الكبت. راح جه واحد سارق الكبت وواخده وطالع يجري، وهو بقى يجري وراه ويقول له اقف الكبت يلا، ويزعق ويصرخ كده ان الراجل سرق الكبت ومشي. تمام. دي رؤية. والرؤية الثانية ان انا كنت في عشان وقت الحلقة. تمام. بعزي حد، وبعد كده وانا في العزة خارجة بقى بلبس الشبشب بتاعي. تمام. حذاء. لقيت الشبشب، لقيت الشبشب بيتسرق. تمام. بس على كده احنا في انفصال، يعني احنا منفصلين مش طلاق، انفصال. تمام. لأن سنين كبير. هنجاوب. ماشي، هنجاوب حضرتك. بنشكرك يا ام احمد، تابعينا من خلال الحلقة. اتفضل. كنا بنقول ايه ده عشان ام احمد نسيتنا. ناس الحذاء اللي هي مش لاقي ما لقيتوش، والمسجد. انا طبعا بالنسبه للرؤيتين اللي ام احمد قالت فيهم، انا لا افتي في رؤى لان انا لست متخصص في ذلك. نعم. تمام. من حكمه الله عجبا ان ربنا جعل الدين بتاعنا تخصصات. نعم. هناك عالم في الميراث، هناك عالم في الدعوه، هناك عالم في الجن، هناك عالم في كذا، فكل واحد له تخصص. نعم. وانا عن نفسي ما اقدرش افتي في حاجه ما درستهاش. تمام. تمام. لكن السؤال الاولاني اللي هي بتتكلم فيه ان بيحصل معاه وسواس في الصلاة وهي بتصلي. تمام. ده نقدر نفسر لحضرتك ان دي حاجه اسمها وسواس قهري. وسواس القهري بياتي بعده امور. ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. سوره ايه؟ قاف. نعم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق كل شيء موجود حواليه، ويعلم ما يأتي إلى الإنسان من وساوس. طيب لما أنا يحصل معايا وسواس زي ده، هو من المفترض أن أنا نعمل إيه؟ من المفترض أن أنا نستعيذ بالله من الشيطان. نستعيذ أولا بالله. تمام. ثانيا من المفترض علي أن أنا نعلق حياتي بالله عز وجل، ما نمشيش وراء خطوات الشيطان. ربنا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انت ممكن تتبع خطوه في خطوه هتلاقي نفسك بتوسوسي، ده الولد عمل حادثه، ده الولد التاني مش عارف اتعمل ايه، ده ايه اللي هيحصل، هنلاقي نفسي الصلاه كلها فيها وسواس كامل. نعم. بيبدا نعم. يسيطر عليا عشان صلاتي تبطل، او عشان صلاتي ما يكونش فيها خشوع لله عز وجل. ونعم بالله. ومن صفات المؤمن في الصلاه ان هو يكون متعلق بالله. تمام. عايز بقى نصيحة في أقل من دقيقة للسادة المشاهدين في قضية الرزق قبل الختام. النصيحة التي أقدمها إلى كل من يشاهد هذا البرنامج، أقول لك: علق قلبك بالله، استعين بالله، حافظ على كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. فإنها شفاء من 100 داء، جلب للرزق، طرد للشياطين، إقبال على رب العالمين. احسنت فضيله الشيخ. ربنا يبارك فيك. انا سعدت باللقاء معاك الداعية الاسلامي الشيخ زكريا الهنداوي، نورتني، وان شاء الله نسعد بيك في لقاءات عديده ان شاء الله باذن الله. الشرف لي. بشكر حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. مشاهدينا نشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.